شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان حديثنا حول موضوع الرجعة، وتحدثنا فيما مضى حول مفهوم الرجعة أولا، وإمكان الرجعة ثانيا، ووقوع الرجعة في الأمم المتقدمة ثالثا، ووقوع الرجعة في هذه الأمة رابعا. وأثبتنا فيما مضى أن فكرة الرجعة فكرة إسلامية أصيلة، لا فكرة يهودية طارئة. ويبقى أن نتحدث حول مبحثين آخرين، المبحث الأول: ما هو الفرق بين عقيدة الرجعة ونظرية التناسخ المرفوضة؟ نكتفي في هذا المقام بنقل عبارة عن الشيخ بهاء الدين العاملي رحمة الله تعالى عليه، وهذه العبارة وإن ذكرها الشيخ في مقام آخر، ولكن يمكن أن نستفيد منها في هذا المجال. في مرآة العقول المجلد 14 صفحة
223. يقول الشيخ بهاء الدين العاملي رحمة الله تعالى عليه: إن التناسخ عبارة عن تعلق الأرواح بعد خراب الأبدان بأبدان أخر في هذه النشأة، تارة بعد خراب الأبدان وانقطاع العلاقة فيما بين الروح والبدن، تارة هذه الروح تتعلق ببدن آخر في نشأة أخرى، وتارة تتعلق ببدن آخر في هذه النشأة، وتارة تتعلق ببدن آخر في هذه النشأة، وتارة تتعلق بنفس هذا البدن في هذه النشأة، إذا الروح تعلقت بهذا البدن في نشأة أخرى فهذا لا يطلق عليه التناسخ، وإنما يطلق عليه المعاد. المعاد هذه الروح تتعلق بهذا البدن في نشأة أخرى، هذا يقال له المعاد، وتارة تتعلق هذه الروح ببدن آخر في نشأة أخرى، هذا لا يقال له التناسخ، وإنما يقال له حلول الروح في البدن المثالي أو في القالب المثالي، وتارة هذه الروح تتعلق ببدن آخر في هذه النشأة، هذا يقال له التناسخ. الروح تأتي روح فرد بعد أن مات وانقطعت الرابطة فيما بين الروح والبدن، هذه الروح تأتي وتحل في نطفة جديدة، في نطفة حيوان أو في نطفة إنسان، وتنمو مع نمو هذا الإنسان، هذا هو الذي يقال له التناسخ.
وتارة هذه الروح في هذه النشأة تحل وتعود إلى هذا البدن بمشخصاته المعينة. هذا هو الذي يقال له الرجع. فإذا مفهوم الرجعة يختلف عن مفهوم التناسخ. أعيد حتى لا يحدث هنالك اختلاط في المفاهيم. عندنا أربعة مفاهيم: مفهوم المعاد، ومفهوم الحلول في القوالب المثالية، ومفهوم الرجعة، ومفهوم التناسخ. هنالك فوارق بين هذه المفاهيم الأربعة. المعاد عبارة عن عودة الروح إلى هذا البدن في نشأة أخرى. الحلول في القوالب المثالية عبارة عن حلول الروح في بدن آخر في نشأة أخرى. الرجعة عبارة عن عودة الروح إلى هذا البدن بمشخصاته الشخصية في هذه النشأة، فلا يوجد هنالك تغاير فيما بين البدنين. نفس البدن بمشخصاته تعود إليه الروح في هذه النشأة. التناسخ عبارة عن عودة الروح إلى بدن آخر أو منشأ بدن آخر في هذه النشأة. روح عمر تخرج من هذا القالب وتخرج من هذا البدن، ثم تحل في نطفة حيوان وتصبح حيوانا. هذا هو الذي يقال له التناسخ. بناء على ذلك فلا يوجد هنالك أي ارتباط بين مفهوم الرجعة ومفهوم التناسخ. عبارة الشيخ رحمة الله عليه: تعلق الأرواح بعد خراب الأبدان بأبدان أخر في هذه النشأة. هذا هو التناسخ. أما الرجعة فالروح تتعلق بنفس هذا البدن، يعني المقداد رحمة الله عليه كان له بدن، الروح فارقت هذا البدن ثم تعود إلى هذا البدن ويخرج المقداد من قبره بعينه. فهذا يختلف عن أن نقول بأن الروح روح المقداد تحل في بدن آخر في هذه النشأة. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني: لماذا الرجعة وما هي الحكمة الكامنة وراء الرجعة؟ نذكر هنالك بعض النقاط بعنوان الاحتمال، والله أعلم بحقيقة الحال. النقطة الأولى: الرجعة نوع من أنواع التكريم لأولياء الله تعالى.
أولياء الله تعالى الذين عاشوا في هذه الحياة، هل عرفت الحياة قدرهم؟ هل عرفت الحياة قدر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ أو رضخوه بالحجارة واتهموه بالسحر والجنون؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هل عرفت الدنيا قدره؟ الجواب كلا. أنبياء الله العظام جميعا، هل عرفت الدنيا قدرهم؟ في الآية الكريمة: ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وفي آية أخرى: ما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. الدنيا لم تعرف قدر أولياء الله وقدر الأنبياء وقدر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الأنبياء، الأئمة، الأولياء يعودون إلى دنيا تعرف قدرهم. إذا في يوم من الأيام كانوا يلقون إبراهيم الخليل في النار، إبراهيم الخليل يعود إلى مجتمع يعرف قدره. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يعود إلى مجتمع يعرف قيمته ولو بمقدار. النبي نوح الذي كانوا يضحكون منه ويسخرون منه وما آمن معه إلا قليل، يعود إلى دنيا تعرف قدره. واحد من الغربيين كان يقول: لو كان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه الآن موجود لم تلأ جامع الكوفة من القبعات. يريد به علماء الغرب، كانوا يأتون عنده ويستفيدون من محضره. ولكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: سلوني عن طرق السماوات، فيقوم شخص ويقول: كم شعر في لحيتي. الإمام يقول: لو شئت لاستخرجت لكم من هذا الماء نورا يضيء العالم. ولكن ذاك المجتمع ما عرف قدر هذا الإمام. الإمام يعود إلى دنيا تعرف قدره ولو بمقدار. إذن النقطة الأولى: الرجعة نوع من أنواع التكريم لأولياء الله تعالى. النقطة الثانية: ليكون هؤلاء الأولياء نماذج يحتذى بها. هذه الوجودات وجودات ذات إشعاع، الأنبياء، الأئمة، الأولياء صلوات الله عليهم، هؤلاء وجودات مشعة، وجودات ملهمة، وجودهم الذهني له إشعاع، وجودهم اللفظي له إشعاع، وجودهم الكتبي له إشعاع.
كلماتهم المدونة فيها إشعاع. فإذا جاء هؤلاء الأنبياء وجاء هؤلاء الأولياء بوجوداتهم العينية، كم يؤثر هذا الوجود العيني في ذلك العالم المنشود؟ الله تعالى يريد أن يبني عالما مثاليا، عالم لم يشهد التاريخ له مثيلا. إحنا حقيقة إذا نشوف عابد من العباد وهو رجل مثلنا، إذا نعيش مع عابد من العباد، إذا نعيش مع زاهد من الزهاد، كم يؤثر في حياتنا وفي سلوكنا؟ فكيف إذا كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله موجودا بعينه؟ الإمام الحسين صلوات الله عليه موجودا بعينه، بطل التوحيد إبراهيم الخليل موجودا بعينه، بطل الزهد والإعراض عن الدنيا موجود بعينه. الآن المسيح ابن مريم دا يحرك التاريخ 2000 عام. إذا هذا الوجود بذاته وبعينه كان موجود وكنا نشاهده، كم كان هذا مؤثرا في بناء ذلك المجتمع المنشود؟ ليكون هؤلاء الأولياء نماذج يحتذى بها، العقول متكاملة، العقول في ذلك العهد تكتمل. فهذه الوجودات يكون تأثيرها أكبر. النقطة الثالثة، إتاحة فرصة جديدة للصالحين كي يتزودوا من هذه الحياة. نحن البشر الله تعالى خلقنا للعبادة وخلقنا للمعرفة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. الله تعالى في آية أخرى يقول لتعلموا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، إلى أن يقول لتعلموا. نحن خلقنا للعبادة. كان واحد من الإخوة يقول لي كلما كنت أراه كان يقول أدعو لي لأنال توفيق العبودية، العبودية لله سبحانه وتعالى. هل يشبع المؤمن من عبادة الله سبحانه وتعالى؟ العالم هل يشبع من العلم؟ الجواب كلا. العالم يقف أمام المكتبة اللي فيها ألوف الكتب وينظر نظر تألم، لأنه لا يتمكن أن يستوعب جميع هذه العلوم. العالم لا يشبع من العلم. الثري هل يشبع من الثراء؟ كلا. الحاكم هل يشبع من الزعامة والقيادة؟ كلا. كل ما تعطوه أكثر يريد أن يحكم أكثر. المؤمن هل يشبع من عبادة الله سبحانه وتعالى؟ الجواب كلا. ولذلك هنالك في الحديث على ما ببالي يسأل الإمام صلوات الله عليه لو خيرت
بين ساعة من الدنيا وساعة من الآخرة، أيهما تختار؟ فقال الإمام صلوات الله عليه: أختار ساعة الدنيا، لأن في هذه الدنيا تتمكن أن تعبد الله سبحانه وتعالى وتبني آخرتك. المؤمنون يرحلون عن هذه الدنيا وظمأهم لم يروى، ما اكتفى. النبي يعقوب كما في رواية ينقلها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، الرواية مذكورة أيضا في البحار، بكى من حب الله سبحانه وتعالى حتى عميت عينه. الآن ما هو معنى العمى؟ بحث آخر. فرد الله عليه بصر، ثم بكى من حب الله سبحانه حتى عميت عينه إلى 4 مرات. المؤمن يحب الله سبحانه، يحب عبادة الله، يحب أن يتدرج أكثر في مدارج الكمال. الرجعة إتاحة فرصة جديدة لأولياء الله سبحانه وتعالى ليتزودوا في هذه الحياة أكثر. النقطة الرابعة، هذه النقطة الثالثة التي ذكرناها وجدتها في رواية، هذه الرواية مذكورة في البحار في المجلد 53 صفحة 95. وأن يجعل لي كرة في ظهورك، الخطاب للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي. طاعة الله وطاعة أولياء الله سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة، هنالك أفراد طالحون لم ينالوا جزاءهم في هذه الدنيا، أنتم لا تنظروا إلى الجناية في حد ذاته. إذا الآن يقال لكم صدام كم جناية جنى؟ عددوا الجنايات، يمكن أن تعدوا له 100 مليون جناية بمختلف الأنواع، الذين قتلهم، الذين شردهم، الذين أخافهم، الذين أدخلهم في المعتقلات، الذين عذبهم، يمكن تعدون له 100 مليون جناية. ولكن في الواقع الجناية الواحدة ربما لا تكون جناية واحدة، ربما الجناية الواحدة تكون 10,000 جناية. نحن لا نحيط، ولكن الله سبحانه وتعالى يحيط. إذا واحد قتل واحد، فهل هذه جناية واحدة؟ لا. يمكن بقتل هذا الرجل ابنه تشرد، قتل الأب، الابن بقي بلا من يدير شؤونه، هذا الولد الذي قتل تحول إلى جاني من جنات التاريخ،
وارتكب مليون جناية. فهذا القاتل في الواقع ولو بالمباشرة ارتكب جناية واحدة، ولكن بالتسبيب ارتكب مليون جناية. ولاحظوا الحلقات المتتابعة لهذه الجنايات إلى يوم القيامة. فجاني مثل صدام، هل يمكن أن ينال جزاءه بهذه الأشياء الطفيفة التي يلاقيها في هذه الدنيا؟ جاني مثل الحجاج، هل لاقى جزاءه في هذه الدنيا؟ الجواب كلا. هؤلاء الطالحون، يعني أمثال هؤلاء الطالحين، يعودون إلى هذه الدنيا حتى ينالوا جزاءهم في هذه الدنيا قبل الآخرة. هذه هي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، الذين يعودون ليساهموا في بناء الحضارة العالمية المرتقبة. هنالك حضارة عالمية ينتظرها الكل، المسلمون ينتظرونها، المسيحيون ينتظرونها، البشرية كلها تنتظر هذه الحضارة. هل تقوم بدون التحديات؟ كلا، هنالك تحديات عظمى لهذه الحضارة، وأول التحدي هو التحدي الذي يشكله إبليس وجماعته. إبليس وجماعته كلهم الشيطان الأكبر يدخلون الميدان لإفشال هذه الحضارة. فهذه الحضارة تحتاج إلى أفراد يساهمون في بنائها. الذين يعودون يساهمون في بناء هذه الحضارة المرتقبة. النقطة الأخيرة، الرجعة مظهر من مظاهر قدرة الله، تأكيد للنبوة الخاتمة، تجسيد للمعاد في يوم القيامة. الرجعة ترتبط بالمبدأ وبالمعاد وبالنبوة الخاتمة. قدرة الله سبحانه وتعالى حينما يخرج الأموات من قبوره معجزة كبرى لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله المسيح. إحدى معاجزه أنه كان يحيي الموتى، كم ميت أحيا. ولكن في عهد الرجعة ألوف الأموات يحيون على يد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو خلفائه أو في عهد النبي وخلفائه. وتجسيد عملي ليوم القيامة. فهذه الرجعة ترتبط بالمبدأ وترتبط بالمعاد وترتبط بالنبوة وترتبط أيضا بالإمامة. هذه ست نقاط ذكرناها على نحو الاحتمال في الجواب عن سؤال لماذا الرجعة. نختم كلامنا حول الرجعة بمجموعة من التفاصيل المذكورة في الروايات الشريفة حول الرجعة.
النقطة الأولى، الرجعة خاصة لا عامة، الكل لا يرجعون، وإنما يرجع مجموعة معينة. بحار الأنوار مجلد 53 الباب 29 الحديث رقم 1 عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الرجعة ليست بعامة وهي خاصة، لا يرجع إلا من محض الإيمان محضا أو محض الشرك محضا. النقطة الثانية، هل الرجعة اختيارية أو إجبارية؟ الجواب على ذلك إنها اختيارية. الحديث رقم 98 من الباب المذكور: عن المفضل ابن عمر قال: ذكرنا الإمام المهدي صلوات الله عليه، ومن مات من أصحابنا ينتظره، فقال لنا أبو عبد الله عليه السلام: إذا قام، يعني الإمام المهدي عجل الله فرجه، أتي المؤمن في قبره فيقال له: يا هذا، إنه قد ظهر صاحبك، فإن تشأ أن تلحق به فالحق، وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم. الظاهر أن بعض الأفراد يختارون الرجوع، وعلى ما في بالي أن بعض الأفراد يختارون البقاء في كرامة الله. النقطة الثالثة، أول من يعود في الرجعة في هذه الدنيا هو سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسين ابن علي عليهم الصلاة والسلام. الحديث رقم 1 من هذا الباب عن أبي عبد الله عليه السلام: أول من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي عليه السلام. النقطة الرابعة، أن الإمام الحسين يملك ويحكم حكومة طويلة فوق هذه الكرة الأرضية في دنيا تعرف قدره بالمقدار الممكن، وتعرف قيمته بالمقدار الممكن. الحديث رقم 9 من الباب المذكور: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أول من يرجع إلى الدنيا الحسين بن علي عليه السلام، فيملك حتى يسقط حاجباه على عينيه من الكبر صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الخامسة، يعود مع الإمام الحسين 70 من أصحابه الذين قتلوا معهم في كربلاء: حبيب يعود، برير يعود، خضير يعود، وغيرهم يعودون. الحديث رقم 90 من الباب المذكور:
عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم، قال عليه السلام: خروج الحسين عليه السلام في الكرة، يعني في الرجعة، في 70 رجلا من أصحابه الذين قتلوا معه. النقطة السادسة: الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه يموت أو يقتل، ويتولى تجهيزه الإمام الحسين. الحديث رقم 103 من الباب المذكور. في حديث مفصل: فإذا حدث كذا جاء الحجة الموت، فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي عليه السلام، ولا يلي الوصية إلا الوصي، لأنه من عقائدنا أنه الإمام لا يغسله إلا الإمام. طبعا هنا أكو بحث في ضمير في حفرته، حفرة من؟ الضمير يرجع إلى من؟ إذا يرجع إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه، يعني يلحده في حفرته في قبره، وإذا الضمير يرجع إلى الإمام الحسين فهذا مثوى الإمام الحسين صلوات الله عليه، يكون مثوى للإمام الحجة، ويزار الإمام الحجة في كربلاء، في المكان الذي نزور فيه الإمام الحسين. النقطة السابعة: عودة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الحديث 19 من الباب المذكور. قال أبو عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذه الآية تأويلها أو بطنها الرجعة. قال الإمام: نبيكم صلى الله عليه وآله راجع إليكم. النقطة الثامنة: البشرية كلها تؤمن في عهد الرجعة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الحديث رقم 24 من الباب المذكور. في الرواية: إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رجع آمن به الناس كلهم. في ذلك الوقت الرشد العقلي للبشرية يكون في أوجه، البشرية ذاقت تجارب فاشلة كثيرة وبحثت عن المنجي ووجدت المنجي وهو النبي الأعظم وأهل بيته الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين. فالبشرية كلها تؤمن بخاتم الأنبياء. النقطة التاسعة: أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يملك
كل الكرة الأرضية. حديث رقم 75 من الباب المذكور. عن أبي عبد الله عليه السلام: يعطي الله نبيه صلى الله عليه وآله ملك جميع أهل الدنيا منذ خلق الله الدنيا إلى يوم يفنيها حتى ينجز له موعوده. لعل هذه الرواية تدل على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يملك جميع الكرة الأرضية. النقطة العاشرة: عودة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثاني من الباب المذكور. عن أبي جعفر الإمام الباقر صلوات الله عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وعليا سيرجع. النقطة الحادية عشرة: عودة جميع الأئمة إلى هذه الدنيا. الحديث رقم 38 من الباب المذكور. في قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني فإنهم يرجعون، يعني الأئمة إلى الدنيا. ظاهر هذه الجملة عودة جميع الأئمة. النقطة الثانية عشرة: عودة جميع الأنبياء. كم نبي عندنا؟ 124,000 نبي. وفي قول 300,000 نبي كلهم يعودون إلى هذه الحياة. الحديث رقم 9 من الباب المذكور. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وتلا هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. الله تعالى أخذ ميثاق جميع النبيين. وإذ، لاحظوا هذه الآية في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أين تحقق هذا؟ الله أخذ ميثاق جميع الأنبياء أن ينصروا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. أين تحقق هذا؟ هذا يتحقق في الرجعة. جميع الأنبياء ينصرون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وتلا هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إلى آخر الآية، قال: ليؤمنن برسول الله صلى الله عليه وآله ولينصرن عليا أمير المؤمنين. لعله الانطباع عن هذه الرواية أن القائد العام للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما كان في حياته الأولى من كان أمير المؤمنين، فهؤلاء الأنبياء كلهم يكونون تحت لواء أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ولينصرن عليا أمير المؤمنين. قلت: ولينصرن أمير المؤمنين؟ قال: نعم،
والله من لدن آدم. فلم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا رد جميعهم إلى الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الثالثة عشرة قتل إبليس على يدي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الحديث 12 من الباب المذكور. الرواية مطولة، في آخر الرواية أن إبليس في الكرة يجمع جميع أشياعه. هذه المعركة النهائية لإبليس، إما أن يهزم فيها وإما أن ينتصر. هو طلب أن يبقى إلى يوم القيامة، الله قال لا أبقيك إلى يوم القيامة وإنما أبقيك إلى يوم الوقت المعلوم. هذه المعركة الأخيرة، فيلحقه النبي صلى الله عليه وآله فيطعنه طعنة بين كتفيه، فيكون هلاكه وهلاك جميع أشياعه. فعند ذلك يعبد الله، دنيا ما بها شياطين، بعد ماكو مانع أمام عبادة الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك يعبد الله ولا يشرك به شيئا. النقطة الأخيرة حول دعاء العهد، الذين يحبون أن يعودوا إلى هذه الدنيا، دنيا النبي الأعظم، دنيا أمير المؤمنين، دنيا إبراهيم الخليل، دنيا جميع الأنبياء. الطريق إلى ذلك أن يقرأوا دعاء العهد 40 يوما، حديث 111 من هذا الباب عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: من دعا الله إلى 40 صباحا بهذا العهد كان من أنصار الإمام الحجة، فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره وأعطاه بكل كلمة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة. الدعاء مفصل، ومن جملة فقرات هذا الدعاء: اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. الخطاب يتعلق بالإمام الحجة، يعني الضمير: اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته، فانفذ أمره واشدد أزره، واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه،
ويحق الحق ويحققه إلى آخر الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا أيامه وأن يعيدنا معه في كرته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نور.